كنا في وسط الخرطوم، واحدة أيضا من نقاط التجمع التي حددتها تنسيقيات لجان المقاومة. اجتمعت عدد من المواكب التي تأتي من جنوب الخرطوم لعدد من المدن كالصحافة وأيضا الكلاكلة وجبرة وغيرها من المدن التي تحمل عدد وكتلة سكانية كبرى. اتجهت هذه المواكب والتقت في موقف باشدار، واتجهت مباشرة الآن نحو المواكب التي تجتمع في وسط الخرطوم، في وتتجه هذه المواكب مجتمعة نحو القصر الرئاسي، تحمل أعلام وأيضا تتحرك باندفاع وهدير كبير نحو القصر الرئاسي في محاولة منها أيضا للضغط على كل السياسيين والمطالبة بالمدنية والديمقراطية في الحكم، وأيضا إبعاد المكون العسكري ورفع شعار لا شراكة ولا شرعية ولا مساومة مع المكون العسكري. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.